الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، بكل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب 22 من الكتاب 34 كتاب الإمارة، باب البيعة على السمع والطاعة فيما استطاع، لأن النبي يقول إيتوا مما أمرتكم ما استطعتم، انتهوا عما نهيتكم عنه، لأن النهي لا مجهود فيه، النهي ترك والترك لا مجهود فيه إلا مجهود نفسي فقط، أن تكف نفسك، أما الأمر ففيه فعل وحركة ونشاط، فقد لا يستطيع الإنسان أن يفعل كل المأمورات، ففي النهي ينتهي عن كل ما نهى عنه، أما في الأمر فيفعل ما استطاع بقدر طاقته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فليعبد أحدكم ربه نشاطا، يعني على حسب نشاطه، لكن إذا أردت أن تكون أعبد الناس فاترك ما نهاك الله عنه، يبقى إيه؟ اتق المحارم تكون إيه؟ أعبد الناس. فالعبادة بالترك أقوى من العبادة بالفعل. اتق المحارم يعني اترك المحارم تكون أعبد الناس ولو لم تجتهد في أفعال العبادة، يعني واحد يعمل فرائض بس وما يعملش أي سنن لكن لا يفعل المحرمات، أعبد ممن يفعل الفرائض والسنن والنوافل وغير ذلك، وليل نهار منهك في الطاعة لكن بيرتكب المناهي، يبقى الذي ينتهي عن المناهي ولا يفعل إلا الفرائض عند الله أقرب وأعبد. اتق المحارم تكن إيه؟ أعبد الناس. أما في الطاعات فأتوا مما أمرتكم ما استطعتم. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه الحديث 43 بعد 904,000، قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن حجر واللفظ لابن أيوب، قال حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر، قال أخبرني عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول كنا نبايع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على السمع والطاعة، يقول لنا فيما استطعت. شوف النبي شفقته قد ايه بقى، اما يجي النبي يبايعهم على السمع والطاعة يقولوا بايعناك يا رسول الله، يقول لهم قولوا فيما استطعنا، فيما استطعت، شفقة ورحمة، كان يقول انا منكم مثل الوالد من ولده صلى الله عليه وسلم. باب بيان سن البلوغ. معلوم أن البلوغ يعرف في الرجال بالاحتلام وفي النساء بالحيض. طب افرض إنسان لا يحتلم، نعرف بلغ إمتى؟ أو امرأة لا تحيض، نعرف أنها بلغت إمتى؟ يبقى بالسن بقى، يبقى علامات البلوغ إما بالسن أو بالحيض والاحتلام، فهمت بقى؟ علامات البلوغ بالسن او بالحيض والاحتلام، واضح؟ لو لم يحتلم يبقى سن 15 سنة بلغ، خلاص فهمت بقى؟ لو لم تحيض المرأة يبقى سن 15 سنة بلغت، بلغت يعني وصلت حد التكليف، يعني صارت الصلاة عليها واجبة وقبلها الصلاة لها نافلة، وكذلك الصوم صار عليها واجبا وقبل ذلك ليس واجبا، فإن حجت أو حج قبل سن 15 كانت حجة نافلة،
وإن حج أو حجت بعد 15 كانت لها فريضة أو له فريضة. هذا لمن لم يحتلم أو تحيض، واضح؟ لأن ليس كل امرأة تحيض، في بنات يكبروا ما يحيضوش خالص، بيبقى عندهم إما عيب هرموني أو عندهم حتى غشاء البكارة بتاعهم مصمت ما فيهوش خرم فما يخرجش الدم، فيتجمع الدم يتجمع الدم وما تحيضش. أختها تحيض اللي أصغر منها وهي لسه ما بتحيضش، فلازم تروح تكشف عند الطبيب. فالطبيب يشوف هل في خلل هرموني يصلح، هل ربنا ما خلقش فيها رحم اصلا؟ في ناس كده مخلوقين ما لهمش رحم، يبقى هتحيض منين؟ فهمت ازاي؟ يكشف عليها ويعمل لها اشعه ويعمل لها هرمونات، ويكشف عليها كمان على غشاء البكاره، لان ساعات تلاقي متورم قد كده ويطلع فيها لتر دم متجمع، بقالها سنه بتحيض بس ما بيخرجش، بيتجمع يتجمع يتجمع، درجة ساعات تكشف عليهم في البطن كأنها حامل، وكل ده دم متكون. ليه؟ لأن مفيش مخرج له، لأن غشاء البكارة مصمت. المفروض أن غشاء البكار يبقى فيه بعض الثقوب في البكر يخرج من هذه الثقوب الدم، فإن خلق غشاء بكارة بلا ثقوب يعمل إيه؟ لا تحيط خلاص، يبقى محتاجة تتعالج، تروح للطبيب يروح إيه؟ فتح لها غشاء البكارة يطلع كل الدم ده. فهمت بقى ازاي؟ وتخف خلاص بقت كويسه. يبقى المراه اذا حاضت اقل سن الحيض 9 سنوات، يبقى تبلغ عند سن 9 سنوات اقل سن حيض، بيختلف باختلاف الطقس، يعني تروح السودان والبلاد الحاره تجدهم بيحيضوا على سن 9 سنين، زي في مكه والمدينه بلاد حاره يحيضوا على سن 9 سنين، واليمن والحتت دي بلاد حاره البنت تحيض على سن 9 سنين. طب روح كده في اوروبا في البلاد البارده تحيض على سن 12 سنه 13 سنه، لان بروده الجو بتخلي تفاعلات الجسم بطيئه وحراره الجو تجعل تفاعلات الجسم سريعه، واضح؟ يبقى سن الحيض يتفاوت اقل 9 سنوات، ولا حد لاكثره، ولا حد لاكثره، لان ممكن يبقى عندها اضطراب هرموني نفضل نعالج فيها تقوم تبتدي تحيض وهي عندها 20 سنه. قبل كده ما حاضتش لان يا دوب اتعالجت بقى. فهمت بقى المساله؟ يبقى لا حد لاكثر. ما حاضتش نقول عليها امتى تبقى بالغه؟ يعني مكلفه بالايه؟ بالتكاليف الشرعيه سن 15. فهمت بقى ازاي؟ واضح الكلام؟ طب وسن بقى ال 21 اللي هو سن الرشد؟ ده سن تاني غير سن البلوغ. يبقى سن البلوغ سن تكليف، وسن الرشد سن تصرف. فهمت بقى؟ سن تصرف يعني ايه؟ تحسن التصرف في امورها وفيما تملكه من مال. يبقى عندنا سن الرشد اللي هي يبقى ليها ذمه ماليه منفصله وتتصرف بنفسها كذا للرجل والمراه، ده سن 21 سنه، لكن هو بلغ قبل كده يبقى البلوغ للتكليف، عشان نقول ده واجب عليه يصلي، واجب عليه ان يمتنع عن المحرمات، واجب عليه ان هو يصوم رمضان، وان حج تبقى حجه فريضه، يبقى ده سن. فهمت بقى المساله؟ يبقى هناك فرق بين سن البلوغ وسن الرشد، واضح؟ وعن ابي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد في القتال وانا ابن 14 سنه فلم يجزني. احنا قلنا القتال فرض كفايه، مظبوط؟ مش القتال فرض كفايه او فرض عين احيانا لما يهجم العدو ويدخل جوه بيوت المسلمين يبقى فرض عين على كل قاتل، لكن طول ما العدو خارج بلادنا فالجهاد فرض كفايه. فرض كفايه يعني معناها تكليف. سيدنا عبد الله بن عمر سن 14 سنه خرج عايز يقاتل في احد، النبي قال له اريد. جاء بعدها بسنه خرجوا للاحزاب بقى 15 سنه قام النبي قال له تعالى خرجوا في القتال. فهمت بقى؟ وانا ابن 14 سنه
فلم يجزني وعرضني يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. وده يدلك على أن الخندق كانت في السنة الرابعة من الهجرة، وإن كان معظم المفسرين قالوا أنها في السنة الخامسة من الهجرة. معظم علماء إيه؟ السيرة، علماء السيرة قالوا هي في السنة الخامسة من الهجرة اللي هي الخندق الأحزاب، لأن معروف أن أحد في السنة الثالثة من الهجرة، بدر في السنة الثانية من الهجرة، أحد بعدها بسنة، يبقى السنة الثالثة من الهجرة. ويقول لك أنا كنت في أحد عندي 14 سنة وجيت في الخندق بقى عندي 15 سنة، يبقى الخندق بعدها بسنة، مش كده برضو؟ للجمع بين كلام أهل السيرة وبين كلام أهل الحديث أنها يبدو أنها كانت في آخر السنة الرابعة، فاللي قال في السنة الخامسة قرب الشهرين الثلاثة الباقيين فقال الخمسة، فاهم؟ واللي قال السنة الرابعة حذف الكسر، وتبقى سهلة، فهمت بقى المسألة؟ تبقى سهلة، ما نبقاش تناقض يعني. ساعات أنت ما يبقى عندك مثلا من عمرك 20 سنة و6 أشهر، واحد يقول لك عمرك كام؟ تقول له 20 سنة، ممكن كمان تقول له 21 سنة، والاثنين تبقى أنت صادق فيه، فاهم؟ يا إما تحذف الكسر أو تقرب الكسر. واضح الكلام؟ وعرضني يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني، قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو يومئذ خليفة، فحدثته هذا الحديث فقال: إن هذا لحد بين الصغير والكبير. أنخده سيدنا عمر بن عبد العزيز كان فقيه كبير، قال يبقى ده حد بين الكبير والصغير، لأن هم كانوا بيعملوا عطاء للصغار وعطاء للكبار في بيت مال المسلمين، فيبقى اللي يبلغ 15 سنة ياخد عطاء الكبير، واللي عنده أقل من 15 سنة ياخد عطاء الصغير، فهمت بقى إزاي؟ فكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن كان ابن 15 سنة ومن كان دون ذلك فجعلوه في العيال. يبقى ابن 15 سنة يروح ياخد عطاءه من بيت المال، طب واللي أقل من 15 أبوه اللي ياخد بقى، لأن أبوه بيصرف عليه، فهمت بقى المسألة؟ يبقى العلماء كانوا يستفيدوا من مثل هذه الأحاديث في تقنين القوانين وفي ضبط معايش الناس، وليست قراءة فقط للثقافة، بل تتحول إلى قانون وعمل. وعن أبي قال: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن إدريس وعبد الرحيم بن سليمان حاء قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي جميعا عن عبيد الله بهذا الإسناد، غير أن في حديثهم: وأنا ابن 14 سنة فاستصغرني. باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم. هذا النهي كان في زمن الصحابة، ما ينفعش الوقت تبقى ايه تعمل كده، ليه؟ لان المصحف موجود في كل بلاد العالم الان، كان ايامها كان المصحف مش موجود الا في ايد الصحابة بس، مش كده بس؟ فلو راح في ارض الكفار ممكن الكفار يمتهنوا المصحف، يعني لا يراعوا قدسية المكتوب، فيعاملوه معاملة سيئة، يمزقوه، يقذفوا عليه النجاسات، يطأوه بالاقدام، يبقى من باب اكرام المصحف الإنسان ما ياخدوش في أرض العدو، لأن العدو لا يجيد ولا يحرص على احترام المصحف، بالإضافة إلى أنه نجس نجاسة معنوية وهو أنه مشرك، والمصحف لا يمسه جنب، واضح؟ وبالتالي يبقى لا نحمله في بلاد الكفار مخافة أن يقع في أيديهم. هذا عندما كان المصحف مكتوب وليس مطبوعا، أما بعدما طبع المصحف فصارت نسخه موجودة في كل بقاع الأرض، فيبقى لا تستطيع أن تنفذ هذا الحكم الآن، يبقى هذا الحكم زمني. يبقى أنت لو مسافر أمريكا خد معاك مصحفك، مش تيجي تقول لا النبي قال لا مش هاخد المصحف معايا وأنا رايح أمريكا، فهمت؟ لا غلط، تغير الزمان فيتغير الحكم، يبقى يتغير الحكم بتغير الزمان، واضح؟ و
وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. وعن أبي قال وحدثنا قتيبة قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا ابن رمح قال أخبرنا ليث عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو، يعني بسوء أو يلمسه وهو جنب، لأن العدو جنابته لها سببين: الكفر وإيه والجنابة العادية، أنه يأتي زوجته ولا إيه يغتسل، يبقى الاثنين. وعن أبي قال وحدثنا أبو الربيع العتكي وأبو كامل قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافروا بالقرآن فإني لا آمن أن يناله العدو. قال أيوب فقد ناله العدو وخاصموكم به. يبقى في عصر التابعين كان وصل لهم خلاص، كأنه في عصر التابعين قالوا خلاص بقى حكم انتهى، لأنه كان شاعت بقى نسخ المصاحف وكتبت، ده كان حتى قبل المطابع، ده بيقول ناله العدو وبعد أعداء المسلمين حفظوا المصحف وبدأوا كمان يجادلونا بيه. فهمت ازاي؟ بحافظ آيات من القرآن ويجي يجادلك بيها، يقول لك يعني ايه للذكر مثل حظ الأنثيين؟ انتوا بتميزوا ليه الذكر على الأنثى؟ ويقول لك الآية حكاك ايه ده؟ ده حفظوه بقى. فهمت ازاي؟ يبقى خلاص بقى نشيله بقى ونروح بلادهم، هي خلاص بقى عندهم. فهمت بقى المسألة؟ وعن أبي قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علية حا قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان والثقفي كلهم عن أيوب حا قال وحدثنا ابن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان جميعا عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن علية والثقفي فإني أخاف، وفي حديث سفيان وحديث الضحاك ابن عثمان مخافة أن يناله العدو. باب المسابقة بين الخيل وتضميرها. حكم المسابقة، نعمل مسابقة سواء كانت مسابقة خيل أو مسابقة حفظ القرآن أو مسابقة في الحديث النبوي أو مسابقة في المعلومات العامة، فهمت ازاي؟ أو مسابقة رياضية في الجري أو في السباحة أو في الرمي اسمها مسابقات، أو في كرة القدم زي ما بيعملوا الوقت، كل دي اسمها مسابقات. متى تحل ومتى تحرم؟ تحل إن كانت بغير عوض بالإجماع، إن كانت بغير عوض بالإجماع تحل. عوض يعني بدون جائزة، وإن كانت بجائزة فلا تحل إلا إذا كانت الجائزة من غير المتسابقين، من جهة غير المتسابقين، وإلا صارت قمارا. يعني ما ينفعش أجمع من الفصل، أنا راجل مدرس في الفصل عايز أعمل امتحان وأدي للطالب الأول مكافأة، أو ما أقول للطلبة في الفصل كل واحد يدفع مثلا 10 جنيه، أروح مجمع لي أدي 300 جنيه، وأعمل لهم امتحان واللي يطلع الأول أدي له 300 جنيه، أهو ده قمار. ده إيه؟ قمار. واضح؟ ليه؟ لأن المتسابقين دفعوا أجر الجائزة. طب إمتى يبقى مش قمار؟ لو ياخد هذه الأموال من إيه؟ من صندوق مجلس الآباء. يبقى مجلس الآباء اللي في المدرسة يعملوا صندوق مكافآت للطلبة المتفوقين، ويجي يعمل هو بقى الامتحان، والتبرع ده يبقى من الآباء مش من الأبناء. فهمت بقى إزاي؟ يبقى من جهة غير المتسابق، ساعتها تبقى مكافأة صحيحة. واضح؟ طيب، أو بطريقة أخرى يجوز أن يبقى بعض المتسابقين يدفعوا والبعض الآخر لا يدفع، وساعتها تحل الإيه؟ المسابقة على العوض. يبقى اللي ما دفعش محلا لمن دفع. فهمت بقى إزاي؟ يبقى المسابقة تجوز بطريقتين: بالجائزة، أن تكون الجائزة من غير المتسابقين، أو تكون من بعض المتسابقين وليس كل المتسابقين. فإن كانت من البعض دون البعض يبقى إيه؟ جاء الذي لم يدفع أحل المسابقة ولم تصير قمارا. فهمت بقى؟ يبقى احنا الوقت يقول لك إيه؟
اتصل واجب الإجابة الآتية: أبو جهل. هو اختار واحد من الأسئلة. أبو جهل هو أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، وهو الحكم. طبعا معروف اجابتها واضحه، ابو بكر الصديق. هو عايز يجيب لك سؤال سهل عشان كل الناس تتصل، واللي هيستفيد واللي هيكسب هنوديها عمره زي الاتصالات الوقت. يبقى انت الاتصال بتاعك ده جزء من المكافاه، يبقى المكافاه دي متاخده من المتصلين، يبقى ده قمار، يبقى العمره دي باطله. ليه؟ لان من رزق حلال حرام. فهمت بقى ازاي؟ يبقى انتشر القمار في صورة المسابقات الحالية، ولو كانت مسابقات دينية على الآيات القرآنية، ولو كانت مسابقات على الآيات القرآنية. ليه؟ لأن مجموع المكافآت يجمع من المتسابقين نفسهم، وهي إيه؟ المكالمة تبقى مثلا باتنين جنيه، فجالهم مليون مكالمة، جمعوا 2 مليون جنيه، ياخدوا مليون في إجابهم ومليون يوزعوه على إيه؟ على المتصلين يعملوا قرعة. يبقى كده قمار. فهمت بقى ازاي؟ خد بالك من الحكايه دي. يبقى ما تتصلش، ولو اتصلت وقالوا لك انت فزت بعمره قلت لهم افتح الله متشكرين، مش عايزها. ليه؟ لان هتقول لبيك اللهم لبيك، وهي من حرام، فيقال لك لا لبيك ولا سعديك، وهذا مما عمت به البلوى، فلا بد انك انت تنبه عليه. واضح؟ مما عمت به البلوى. لكن لا بأس أن تكون المسابقات بمكالمات مدفوعة الأجر من جهة أخرى. بمكالمات إيه؟ مدفوعة الأجر من جهة أخرى. واضح؟ وهذه الجهة هي التي تتكفل بإيه؟ بالمكافأة، يبقى ساعتها جائز. يجي يقول لك مثلا المصنع الفلاني هيعمل إيه مسابقة في رمضان، والجائزة الأولى هتبقى من خزانة المصنع، هيحجج الاولاني ويعمل عمره للتاني ويدي للتالت 2000 جنيه ده جائز، ما فيهاش حاجه. فهمت بقى ازاي؟ طالما جهه غير المتسابقين هي اللي ايه؟ متكفله بيها. خد بالك، لانها انتشرت هذه المسابقات، حتى ان في قنوات فضائيه شغلتها طول النهار ايه؟ مكالمات زي دي ومكافئات، مكالمات ومكافئات، اتصل تاخد 2000 جنيه، اتصل تاخد 1000 جنيه وهكذا. كل دي ارزاق حرام، ابتعد عنها وتجنبها. وعن ابي قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرات على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سابق بالخيل التي قد اضمرت من الحفياء، وكان املها ثنيه الوداع، حوالي 5 ميل كده، مسافة طويلة يعني. الحفياء، الحفياء ده بداية السبق، موضع في المدينة اسمه الحفياء. يبتدي السبق من نقطة الحفياء ينتهي عند ثنية الوداع عند آخر المدينة، يعني حوالي 5 ميل كده حجاز. يعني إيه الخيل التي أضمرت؟ عندما يربوا الخيل ويجهزوها للقتال يديها فترة علف تاكل زي ما هي عايزة. كويس، يسيب الخيل كده قد شهر، كل ما يجوع ياكله، كل ما يجوع ياكله لحد ما الخيل يسمن ويبقى فيه شحم، بعد كده يروح مجوعه، ما يديلوش الا ميه بس، ويدخله في مكان حار ويجلله كمان، يعني يغطيه. فهمت ازاي؟ عشان يعرق كتير، يعرق كتير ويشربه ميه، يعرق كتير ويشربه ميه، يقوم يحصل ايه؟ يفقد الشحم ويتحول الى كتله عضليه. فهمت ازاي؟ وساعتها لما يخرج يجري، يجري خفيف، ده يسموه ايه؟ خيل مدمر. يبقى تدمير الخيل هو تحويله الى ايه؟ الى خيل عباره عن عضلات بلا شحم، بالخطوات اللي قلتها لك دي. فهمت ازاي؟ وبالتالي هذا الخيل المدمر قادر على الجري مسافه اطول من الخيل غير المدمر، لان الخيل غير مدمر حامل مع عضلاته شحم. فهمت ازاي؟ شحم يعني دهن، فلما يجي يجري يتعب بسرعه. فهمت؟ زي الراجل التخين كده، اما يجي يطلع السلم ينهج، غير اما يبقى مش تخين وكان شويه عضلات يطلع السلم ينهج.
فهمت بقى ازاي؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم سابق بالخيل التي قد أضمرت من الحفياء وكان أمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من ثنية إلى مسجد بني زريق، ده قد نص المسافة بقى، يبقى التي لم تضمر نص المسافة بس كفاية عليه، يعني دي برضو شفقة بالحيوان حتى، فهم؟ وتعليم الصحابة كيفية تدريب وتربية الخيل وكيفية الفروسية، كل ده كان تدريب، لأن النبي بيعدهم للقتال والجهاد، لأن هي كانت وسيلة الجهاد في هذا العصر. وكان ابن عمر في من سابق بها. وعن أبي قال: وحدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح وقتيبة بن سعيد عن الليث بن سعد حاء قال: وحدثنا خلف بن هشام وأبو الربيع وأبو كامل قالوا: حدثنا حماد وهو ابن زيد عن أيوب حاء قال: وحدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا إسماعيل عن أيوب حاء قال: وحدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي حاء قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة حاء قال: وحدثنا محمد بن مثنى وعبيد الله بن سعيد قال: حدثنا يحيى وهو القطان، لو يحيى بن سعيد القطان، جميعا عن عبيد الله حاء قال: وحدثني علي بن حجر وأحمد بن عبدة وابن أبي عمر قالوا: حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية حاء قال: وحدثني محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني موسى بن عقبة حاء قال: وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني أسامة يعني ابن زيد. كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر، بمعنى حديث مالك عن نافع، وزاد في حديث أيوب من رواية حماد وابن علية قال عبد الله: فجئت سابقا فتفف بي الفرس المسجد. من كتر بقى ايه لما كان بيسبق وبيجري، قام الفرس دخل جوه المسجد، ما قدرش يفرمل يقف على باب المسجد، فطفف بيا المسجد، يعني راح داخل جوه المسجد الفرس دي، فاهم؟ من شده ايه سرعه السبق يعني. يبقى فطفف بي يعني على ووثب، على ووثب الفرس المسجد. باب الخيل في نواصيها الخير الى يوم القيامه. وهذا من بديع الجناس الذي استعمله النبي ولم يسبق له صلى الله عليه وسلم، يقول لك الخيل في نواصي الخير إلى يوم القيامة. وعن أبي قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، لأنها أداة الجهاد وأداة النصر على الأعداء وأداة الغنيمة وأداة رضا الله عز وجل، والأداة التي قد يستشهد فيها فيدخل الجنة، فيأتي الخير من جهتها من جهات عديدة: عزة في الدنيا ورزق في الدنيا، غنيمة، ورضا لله في الآخرة، وشهادة عند الله إن أصابته الشهادة. وبالتالي الخير يأتي من جميع الجهات. وعن أبي قال: وحدثنا قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد حا قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا علي بن مسهر وعبد الله بن نمير حا قال: وحدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي حا قال: وحدثنا عبيد الله بن سعيد قال: حدثنا يحيى، كلهم عن عبيد الله حا قال: وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال: حدثنا ابن وهب قال: حدثني أسامة، كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك عن نافع. وعن أبي قال: وحدثنا نصر بن علي الجهضمي وصالح بن حاتم ابن وردان جميعا عن يزيد قال الجهضمي: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا يونس بن عبيد عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة ابن عمرو بن جرير عن جرير بن عبد الله قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوي ناصية فرس بإصبعه وهو يقول: الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والغنيمة. أو بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الأجر اللي هو الثواب في الآخرة والغنيمة في الدنيا، يبقى النبي بيّن الخير في هذه الرواية. وعن أبي قال: وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حا
قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان كلاهما عن يونس بهذا الإسناد مثله. وعن أبي قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا زكريا وعن عامر عن عروة البارقي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم والمغنم الأجر والمغنم. وعن أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن فضيل وابن إدريس عن حسين عن الشعبي عن عروة البارقي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير معقوس بنواصي الخيل. قال فقيل له يا رسول الله بما ذاك؟ قال الأجر والمغنم إلى يوم القيامة. وعن أبي قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن حسين بهذا الإسناد غير أنه قال عروة ابن الجعد. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى وخلف بن هشام وأبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن أبي الأحوص حا قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر كلاهما عن سفيان جميعا عن شبيب بن غرقدة عن عروة البارقي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر الأجر والمغنم. وفي حديث سفيان سمع عروة البارقي سمع أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أبي قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حاء قال وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر كلاهما عن شعبة عن أبي إسحاق عن العيزاري عن العيزاري بن حريث عن عروة بن الجعد عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ولم يذكر الأجر والمغنم. وعنه به قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد كلاهما عن شعبة عن أبي التياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البركة في نواصي الخير. وعنه به قال وحدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث ها قال وحدثني محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي التياح أنه سمع أنسا يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. باب ما يكره في صفات الخيل. يعني إذا أردت أن تشتري خيل جيدة لابد أن تتجنب الصفات المكروهة في الخيل. يبقى ما يكره في صفات الخيل لتجنبها في استعمالها في القتال أو عند شرائها تحتاط وتختار الذي ليست فيه هذه الصفات. وعن أبي قال وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأبو كريب قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا وكيع عن سفيان عن سلم بن عبد الرحمن عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره الشكال من الخيل. المشكل، الشكال احنا نسميه بلغة المصريين يقولك مشكل، يعني لونه مشكل، تلاقي ليه رجل بيضة وليه إيد سودة وليه رجل تانية نصها أبيض والرجل التالتة كلها أسود، مشكل. ده يبقى مش حلو. أو تجد إن رجله اليمنى مثلا بيضاء والإيه واليد اليسرى بيضاء مشكلة. فهمت ازاي؟ ده يبقى الأحسن تبقى جميع الأقدام لون واحد. في الفرس الأحسن تبقى كل الأقدام والأزرع بلون واحد. ده دليل إيه؟ القوة والقوة على المناورة والقدرة على المناورة. خد بالك إن العرب هم اللي يفهموا في الغل أكتر. ليه؟ لأن أول من ركب فرس وروضه كان سيدنا إسماعيل جد النبي ابن سيدنا إبراهيم. قبل سيدنا إسماعيل كان الفرس والخيل كانت إيه؟ غير مستأنسة زي الحمار الوحشي كده، غير مركوبة، محدش يعرف يركبها ولا حد يعرف يمرنها. تيجي تركبها ترميك من على ظهرها زي الطور كده الأسباني. شوف الأسباني يجي يجيب الطور يحاول يركبه يروح موقعه يقتله. فهم؟ كانت الخيل كده، كانت غير مستأنسة لحد عصر سيدنا إسماعيل ابن سيدنا إبراهيم سكن الجزيرة العرب عند البيت الحرام. ولما كبر سيدنا إسماعيل وهو شاب ربنا روض له الفرس فكان أول من ركب الخيل وعلم أبنائه بعد ذلك ركوب الخيل. فيبقى العرب هم الخبراء
عشان كده الخيل العربية أغلى خيل. الخيل العربية بتبقى منسبة كده أكتر من نسب البني آدم. شوف قد إيه بيبقى ليها شهادة نسب الخيل العربي ده، علشان تبقى متأكد إنها تكون إيه أصيلة. إنما الخيل الغير عربية يسموها البرذون. البرذون ده اللي هو زي الخيل اللي بيجر عربيات الكارو اللي أنت شايفه ده، يسموه البرذون. ده مش هو ده الخيل بتاع الحرب. ده خيل كده إيه علشان يركب يجر العربيات، يشيل حاجة ينقلها، لكن غير صالح للمناورة في الحروب. فهمت بقى؟ أو للأبهة، يركبوا كده القاضي وهو رايح كده المحكمة يبقى حاجة أبهة كده، أو كان يركبوا الخليفة تبقى أبهة زي عربية كبيرة يعني. واخد بالك؟ ده البرذون، لكن ما ينفعش يقاتل عليه. إنك الخيل العربي تلاقيه كده ليه مقاييس، ليه طول الدراع مع طول الخصر مع عرض الخصر، يعرفوها الناس الخبراء في الخيل، بحيث ان لما ياخد المقاييس دي يقول لك ده عربي بنسبه 10%، لا ده عربي بنسبه 100%، ده بنسبه، وهكذا. فلازم ناخد بالنا ان اول من ركب الخيل في البشر على الاطلاق سيدنا اسماعيل الذبيح الاول، جد نبينا ابن سيدنا ابراهيم عليهم جميعا الصلاه والسلام. يبقى لما سيدنا رسول الله يكره الشكال بيكرهه بخبرة، مش أي كلام. أولا هو من أبناء سيدنا إسماعيل، ونشأ في جزيرة العرب وفي مكة، حيث روّد الخيل لأول مرة في تاريخ البشرية. فهمت إزاي؟ يبقى بيتكلم عن خبرة وعن وحي. وعن أبي قال وحدثناه محمد بن نمير قال حدثنا أبي حاء قال وحدثني عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا عبد الرزاق جميعا عن سفيان بهذا الاسناد مثله. وزاد في حديث عبد الرزاق والشكال ان يكون الفرس في رجله اليمنى بياض وفي يده اليسرى، او في يده اليمنى ورجله اليسرى، يعني تبقى رجليه ملونه الوان مختلفه. الخلاصه هذه الشكال. وعن ابي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر حا قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثني وهب بن جرير جميعا عن شعبة عن عبد الله بن يزيد النخعي عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث وكيع، وفي رواية وهب عن عبد الله بن يزيد ولم يذكر النخعي. ونقف على باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم بلغنا رمضان وإنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن وحسن الأخلاق وإطعام الطعام، وتقبل ذلك منا يا رب العالمين، ويسر لنا بعد رمضان حج بيتك الحرام وزيارة النبي عليه الصلاة والسلام هذا العام وكل عام، وأمنا وسائر المسلمين في بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين، وولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.